درتنا دعاء الفطور، درتنا بيتزا، دابا غنقادو في الطبسيل. صافي دابا هي كتصحط توجد العصير، كطحنو جمعات الكوزينه. يلا لا يلا لا، هنايا دارت لينا لي كيش معمرين. واش عمرتيهم؟ بالطون صافي الفلور الزيتون. صافي قولي لنا غير الطون ولا شي حاجه. صافي ماشي مشكل. لا دعاء نغسل على الفران. هاي دارت لنا الفريز والليمون. ايوا هادو شاطو عليهم، بغات تحطهم كاملين. انا غندير لنا عصير د لافوكا، درت لنا عصير الفريز والليمون. هنايا درت لنا ميني بيتزا. ميني بيتزا، هادو هما الاجواء ديال رمضان في المغرب. دابا لقيت فين غنعاون دعاء، نحط لها البيتزا واللي كاين هنايا. صافي غنمشيو نحطو الطبله، هانتوما مقربو يطيبو. صافي غنمشيو نحطو الطبله. شحال هادي ما حطيت لكم فيديوهات، حتى نمشي ان شاء الله بلجيكا ونحط لكم اخواتي. دابا انا في المغرب ما كنكونش كاع مسالي، يلاه دخلت من الزنقه والله. ايوا هادشي اللي كاين. المهم تنمشي نقاد الطبله ونعيط نصور معاكم. ماما شرات ليا هادي، مسكينه دارت فيها الماء بغات تجربها. ايوا اخوتي الله يخلي لكم والديكم، يا ربي يخلي لكم صحيحتكم. ايوا هادشي اللي كاين. درت العصير في الكيسان. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غنديو معانا الحليب، شلي بغا يفرق الصوم الماء، ونقادو الطبله ان شاء الله. السلام عليكم اخوتي، سمحوا لي ما سلمتش عليكم. جيت دخلت لقيت الدعاء كتوجد الفطور، فرحت قلت لها الله 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 على الدعاء. ايوا دخلت نعاونها مسكينه، لقيتها مجده لينا لي كيش وبيتزا، وقالت لي انت اختي وجدت لك داكشي اللي كيعجبك. مسكينه الله يخليها لي حبيبه ديالي، ما شاء الله فيما كنمشي المغرب والله الا ما شاء الله عليها الله يحفظها. ايوا دخلت قلت علاش لا ما نديرش معايا، ندير يديا معاها ونعاونها مسكينه في الكوزينه. ايوا المهم خليكم معانا اخوتي. هنا خوتي حيت الصوت لحقاش المونينيكس فيها صداع. انايا كدخلت نعاون دعاء نستف معاها حيت قرب المغرب اذن. ايوا دخلت نستف معاها، درت لي كيش وداكشي، نستف معاها الفطور المهم راكم عارفين. نستف معاها داكشي في الطبيصله، نعاونها ما نخليهاش بوحدها في الكوزينه. ايوا صافي وديك الساعه نمشيو غنفطروا عند ماما في الدار. المهم الفطور مش دينو بوزيتسي، الفطور عند ماما في الدار. ما عندنا ما نديرو حيت دعاء ما كتكون مرتاحه في الكوزينه بوحدها، ما كتبغيش لي شي واحد اللي يدخل معاها في الكوزينه. قلت لها انت حبيبه ديالي وجدتي على خاطرك حتى نجي ونمشيو نفطروا عند ماما. ايوا هادشي اللي كاين كما كتشوفوا. دابا خوتي نمشي للدار نقاد الطبله ونرجع معاكم، بقاو معايا. دعاء كتقاد الطبله يعني وجدت تبارك الله وصل الانبياء. هادشي درتنا ماما اللي دارت الملويه، كي ماما دارت الملوي، دارت ريوات، دارت البطبوط معمر على وجه من ست اليوم على الدراج، دارت بيتزات بطبوط. ماما دارت الملوي، شوف شفنا لي جيت ما كليت هاد الملوي في راسك شي حمار مان قسما بالله. ما مشيتي ما كليتش مزيان، ما كدير والو. دارت ماما البريوات. عرفتي اختي كنت شاده في ماما شويه، كنت معاها كتسمع، جالسه كنضحك مع راجلي. قلت له راه النهار اللي مشيتي ما كليت، كنضحك معاه وصافي. شاده فيهم وصافي، عرفتي عزيز عليا نشد في الدار ونقصب عليهم شويه. الله يخليها ليا ماما مسكينه، ديما تدير لي الملوي ولا شي حاجه كتصايبها ليا. ما كنكذبش عليكم، حتى انا ملي كيتشهاو شي حاجه كنصايبها. عندكم صحاب لي كوري كنتشتت ملي كنمشي للمغرب، كندخل الكوزينه وكنشقى وكندير الماكله، وماما اللي شهات شي حاجه كنطيبها. ماشي كنبقى جالسه، ماشي من داك النوع اللي كنخدم ماما في الكوزينه. انا كيعجبني انا نشقى على ماما، الله يخليها ليا يا ربي اخوتي، يخلي لكم كاع والديكم. المهم بلا ما نكثر عليكم في الهضره، هنايا اخوتي خرجنا مشينا عند مول الاعشاب اللي كيبيع الاعشاب وكيبيع الزيوت كيطحنهم. مشينا نطحنوا ارغان ونشوفوا الزيوت اللي بغينا، وخديت من عنده مورينغا. مورينغا راه زوينه فيها فوائد كثيره ومزيانه للضعف. مشينا نحط لكم الوصفه ان شاء الله باذن الله. المهم جبتها معايا وشفت معايا شويه ديال زيوت الشعر، واحد السيت قال لك واعر. هذا السيت هذا هو اللي قال لك واعر بزاف، قال لك يطول الشعر وزوين. قال لك يعني انا جبت معايا غير وحده غنجربها ان شاء الله، الا صدق نزيد نجيب معايا ان شاء الله باذن الله. صافي ضربت هنا دويره. ايوا ومني جيت نحل عنده الزويت قلت له عطيني زوج، قال لي شحال حاجه ما كاينه. قلت له صافي حتى نرجع عندك. صافي هنا صورت لكم شنو عنده، وضربت بكم دويره وصافي.
دابا غادي نمشي للخباز، عنده حتى السمن الحار، العسل الحار، عنده كلشي كلشي، اي حاجه عنده، عنده الزيوت، الشامبانات، المهم الماء ورد، داكشي كاع يعني ديال التجميل عنده. صافي ضربت الدويره هنايا وصورت شويه الحانوت شنو عنده، المهم بزاف ما يدار السواكل البلدي وداك شو سميتو القطره الرقيق وعكر الفاسي، داكشي كامل ديال التجميل عنده. ايوا صافي ضربت الدويره عنده خوتي ومشيت شديت طريق الخبازه، انا نصور معاكم الجلال بيا لالا ويا لالا. ايوا مشيت الخبازه في قنيطره، ايوا صافي هادشي اللي كاين. هذا ديما كنمشي عنده كنخدم عنده الزيوت، ولكن دابا قال لي ما كاين والو اختي. صافي ضربت الدويره ومشيت في حالاتي. السيد كيبيع هادشي الاعشاب، واش خديت من عنده الزيت حتى الشعر، واش من عنده هاد الغاسول الطبيعي ديال الغسيل، شو زوين هذا. كاين هاد الغاسول هو اللي زوين ديال الوجه، زوين في الاعشاب، كاين اللي فيها هذاك الكركم زوين، عنده تقريبا كلشي اللي بغيتي كاين، الزيوت، زيت البطاطا، شتو كاين زيت العنبر، كرافس، زيت الخيار، الخردل، كاين عند شويه الزيوت هادو ديال الزيت الكثيره. المهم كاين زيت الزيتون بدون ملح، هذاك زيت الزيتون راه زوين بيو. المهم عنده تقريبا كلشي داكشي. المهم اختي هنا جينا الخبازه انا ودعاء، قلت لها بان لينا هذا بحال الهنديه ولا هذيك الهنديه الحمراء الصغيره ما عرفتش شنو سميتها، دابا نشوف شنو سميتها في الانترنت، والله ما عارفه شنو سميتها، وقيلا كيقولوا له ما عرفتش الهندي ولا ما عرفتش شي حاجه بحال هكا. المهم اختي وجربته، قلت له شحال وحده، قال لي درهم، ما عرفتش شحال، حامض عرفتي كليت انا ودعاء. صافي وصلنا هنا الخبازه، في دخلت الخبازه عرفتي شنو، باش نصور لكم الناس داكشي، قولي احتراما لهم وصافي كيعجبني التصوير في المغرب ما نكذبش عليكم. ايوا المهم هنا مشينا عند مالين الجلاله، قلت له خويا واخا نصور، ويقول لي اختي صوري وخدي راحتك وديري فيديو وديري صوت وديري كلشي. ان شاء الله يعمر ليه الدار اخوتي، عطانا الوقت واختار لينا الجلاله، بقينا نعزلو نعزلو. واخا صراحه انا ما شريتش، دعاء اللي شرات انا كنت جا شريت من الرباط، ايوا وداكشي علاش ما شريتش. ايوا صافي هنايا عطيت عندو جلبات فنين عجبوني، وحط شي موديلات جداد، واخا راه هاد الجلبات هادو راه ماشي مخيطين باليد، راه غير سواقين، ولكن ما شاء الله هذاك الشيء غزال ولوينات زواونين. بعدا غير الصخره الانسان غير باش يبقى باش يتسخر، وثاني يقدر يخرج بهم في العيد، كاين اللي ما كيجيوش قدو وكيبغي يخيط على دوقو، داك الشيء علاش. المهم هنا عطانا مسكين الوقت، عجبتني انايا واحد جليبة في لورانج وحده في لو نوار، فن لو نوار عرفتي كتحمق اخوتي، غادي نصورها لكم دابا. عليها فينا هي 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 كان عليا نقص منها، عرفتي قلت له صافي خليها ليا، والله الا غير ما رجعتش ليها، قلت له خليها ليا وما رجعتش ليها. ها هي كتحمق، نسيت والله الا نسيت، عرفتي قوه ما تدهيت وهادي صافي نسيت. المهم هنايا اخوتي كملنا وجملنا، من سالينا مع مول الجلالب خدينا من عندو جلالب، مشينا عند مالي الروايح، خديت واحد الريحه واعره اللي كتعجبني، دو جيجابانا ديالي، خديت منها واحد القريعه كدير 35 درهم. ايوا صورت لكم المحل ديال الروايح، كاين قلت لكم في مهدي عفوا في الخبازه، النبي من الروايح قال لي غير صوري اختي خذي راحتك. ايوا بقيت كنصور، هذا هو المحل ديالو صراحه، ما دايره لي لا ريكلام لا والو، لا اشعار لا والو، تعرف القناه ديالي مازال طايحه وما تعرفوا تطلع ان شاء الله باذن الله. انا عندي شنو طموح، عندي ما شنو ما شنو، عندي امل ان شاء الله باذن الله، علاش لا ما تطلعش مالها. المهم انايا واخا صراحه ما نكذبش عليكم، واخا نطلع ضروري ندير شويه د الريكلام، علاش لا فابور مال ضروري الريكلام بالفلوس، انساني كما كيقول لك يتعاون مع الناس ما فيها والو. انا عجبني هاد الروايح الصراحه، عجبني داك الروايح اللي عنده والحانس ديالو غزال ما شاء الله، قلت نصور والله الا عجبني. عرفتي شي روايح عنده عرفتي تقول اوريجينال
شي حاجه واعره و30 درهم. اللي ما عندوش فلوس يمشي يشري دوك الروايح اللي كيعجبوه 30 درهم، 50 درهم، 35 درهم، شي حاجه واعره. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، ضربت دوائر خفيفه في الحانوت كما كتشوفوا، خديت جوج روايح كيف ما قلت لكم. ايوا هانتوما معايا اخوتي حتى الاخر ديال الفيديو، بقاو معايا. راه صورت لكم الديكورات اللي عندو، القريعات كتختاروا نتوما. قال ابتداء من 30 درهم. انتوما عتي كرش روايح، الله ما نكذب عليكم، ضغط فاش عطاني نشرب القهوه، ضغط كتبقاي تشمي القهوه باش يتبدل لك لوغو. المهم هنايا اخوتي خرجنا من عند الروايح ومشينا عند العطار باش نتقداو. صافي خديت الطوابع، خديت المولات باش نجيبهم معايا ديال الكيكه كيعجبوني، دوك السامبل البلدي القدام. صافي وخدينا شويه ديال الباروك، شويه ديال اللوز الكاوكاو للدار وداك الشيء. ايوا تقدينا كما كتشوفوا عتي الاجواء عتي هنا. صافي راه مشينا ساعتين وحنايا كندورو حتى قربوا يسدوا علينا، وقال حنا الاخرين شطبنا الخبازه عاد رجعنا. الله يلا انتما كيف ما كتشوفوا الدنيا عامره. انا كنصور لكم الحانوت، هاد مول الحانوت ديما كنتقطع عنده في الخبازه، عنده داكشي غزال، عنده حتى داكشي ديال السبوع وداكشي زواون ديال عيد ميلاد، شتو عنده داكشي غزال تبارك الله. واش الشفوار ولا رشيد هاك شوف رشيد سلام هذيك 40 حيره هذيك 200 انت يخص تحيد صراحه بزاف واش تاخذيهم وي لا لا كرهك توقفي قبيله كيهضر معايا اسامه ما بغيتش نقطع عليه فيها ليطاي ياك فيها ليطاي كاين واحد الموديل اخر عاوتاني فيه السلسلة زوين يلاه شتي صافي اخوتي هنا راه تقدينا وسالينا، صورت لكم درت لكم واحد الجوله خفيفه حتى سالت الخبازه. مي بغينا نزيدو تبدا العطار، جلسنا عام كما كتشوفوا جلست شحال وانا جالسه العطار، تقدا هادي خد هادي شوف هادي شوف هاد السيليكون اللي ينفع، شوف هاد الطابع اللي ينفع، شوف هادي د العسل، شوف هاد عتي ما كنتقاداوش. اش غنقول لكم، خرجنا غا انا ودعاء، ماما مسكينه غير فطرات وتجبدات كيف ما كنقول لكم، ماما نعاس مور الفطور كتبغيش كاع تخرج، داك النهار خرجت كانت غتموت مسكينه. يلا جا ربي شافيها ليا يا ربي خليها ليا. صافي اخوتي كيف ما كتشوفوا دابا صافي غنمشيو في حالاتنا. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، اللي ما ابونيش في القناه يتابونا ويدير جيم شي كومونتير زوين بحال وجهكم فضلا وليس امرا. دابا اللي كنشوفوا اللي كنلاحظ حام واحد كيشوف لي فيديو ولكن لي جيم ما كاينينش، ما عرفتش علاش، واش ما كيعجبوكمش لي فيديو ولا كتنساو لي جيم؟ انا عارفكم كتنساوهم. لا دعاء الاسلام قالك سبحان اللي يسهو اللي ما ينساو، يقولوا لها يقولوا لا سبحان اللي سبحان اللي يسهى هادي سبحان الاسلام ما كيبغيش السيوه ما بغاش تخرج. المهم كنضحكوكم سلام قدام. صافي هنايا اخوتي مشيت شفت صناد وسط البابط كيف ما كتشوفوا، مشيت بحالتي انا ودعاء هادشي اللي كاين، شدينا الطريق ومشينا في حالاتنا. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على 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 كل شيء، على المشاهدات وعلى الكومونتير ديالكم وعلى الجيمات اللي ما كديروهمش حتى هما، شكرا شي مشكل. ايوا انا الفيديو ديالنا كيتسالى، وتصبحوا على خير وبسلام عليكم.